بيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية. آدي جمهور بورسعيد اللي مالي الملعب منذ الساعة الرابعة، والاحتفالات على أرض هذا الملعب بالمشوار الإفريقي للنادي المصري البورسعيدي. نروح سريعا لتشكيلة حسام حسن النهاردة. أحمد مسعود في حراسة المرمى، أربعة في خط الدفاع: محمد شطة، محمد كوفي، إسلام صلاح ومحمد حمدي. اثنين ارتكاز: فريد شوقي وإسلام عيسى. يوسف أطارة طرف يمين، أحمد شكري طرف شمال، أرنشتايد بانسي مع أحمد جمعة اثنين مهاجمين. أدي حكم اللقاء مسعود سالي الأوغندي، طاقم تحكيم أوغندي بيعون كل من ديك أوكيلو وباليكوا موسى. لكن النهاردة محتاجينه يهرب من مدافع جرين بافلوس ويقدر يسجل للنادي المصري. أدي كرة من بانسي، إسلام عيسى يريحها والتسديدة حلوة حلوة حلوة، التسديدة البداية حلوة، البداية بورسعيدية، تهديد واضح، تهديد واضح من أحمد جمعة للحارس اللي موجود النهاردة شوان بافريد، اللي اتخض من تسديدة أحمد جمعة، طار عليها طلعها ضربة ركنية، ولكن تطلع كورة في أول كورة. بانسي بص خطورته هنا، بص الأفاتار بيعمل إيه، ريحها. لكن إسلام عيسى لعيب كورة لقى الدنيا مقفلة للاعب النصر السابق اسلام عيسى واحمد شكري، لاعب من ناشئي النادي الاهلي احمد شكري. تتلعب الكوره على الارض، ممكن العرضيه هنا من محمد شطه، وممكن الراسيه بجوار القائم. الضغط حلو، البدايه رائعه، وادي اللاعب اسلام صلاح كابتن الفريق. محمد حمدي واحد من المميزين جدا، واللي سجل في اخر فوز في مباراه العوده الدور الثاني. الاهلي هيلاعب الفايز من رايل كلوب دي كاديوغو من بوركينا فاسو ومونانا الجابوني، فايز من الفريقين دول هيواجه الاهلي المصري بمشيئه الله في الدور الثاني. ادي الكوره، وادي بانسي عايز يسدد من بعيد، بانسي يا حظك شوان بافريد، الكوره تخبط في القائم وفي ظهره، وبدل ما تخش في الجول تطلع بره. حلوه يا بانسي، حاجه للحجله، وسدد التسديده، لكن فين في القائم؟ كنت تعملها يمين شويه يا بانسي، كنت توجه الجي بي اس شويه، ما قدرش يوجهها بانسي في المرمى بمره واحده. لكن الثالثه مش ثابته، ممكن الرابعه، ممكن الضربه الركنيه، الكور الثابته، وادي العرضيه في منتهى الخطوره، وادي الرأس. جول اسلام صلاح، الضغط يولد الاخطاء، الضغط يجيب اهداف، واسلام صلاح شارك الكابتن معاه ورايد الهدف الاول ايضا معاه. اسلام صلاح اتخض جون، شوان بافريد اتخض من كرة احمد جمعة، وراه كرة بانسي تلعب فاضي، واسلام صلاح ياخد القائم البعيد وبرأسية يفرح المدرجات، يفرح جماهير بورسعيد وجماهير الكرة المصرية بالهدف الاول للنادي المصري. ادي شوان بافريد هيلحقها منين ولا منين؟ من الكور الثابتة، الكورة الرابعة على طول اسلام صلاح، وادي العرضية، اسلام عيسى، من اسلام لاسلام، من عيسى لصلاح، وعلى طول صلاح يحط الهدف الأول لصالح النادي المصري. طلع على الفاضي، مسك الهوا بإيديه اللاعب شوان بافريد حارس المرمى. أدي الكورة، وادي شوان بافريد رايح فين يا راجل؟ رايح فين يا راجل؟ إسلام صلاح ياخدها على طول في المرمى من مرة واحدة من قبل ما تنزل على الأرض، ومش محتاجة تنزل، مش محتاجة تنزل. إسلام صلاح صاحب القميص رقم 13. 1-0 يصف وطارة بيحاول يعدي، يضم لجوه يصف، عايز يربط، يا سلام على البينيه، حلوه لاحمد جمعه لو لعب العرضيه، وادي التسديده، لكن خلاص شوان بتخض، تخبط فيه كوره وتطلع ضربه ركنيه. ضربه ركنيه من ناحيه اليمين، احمد شكري هيلعبها برجله الشمال، يكون فيها سويرف، ادي شكري، وادي العرضيه في منتهى الخطوره، كان ممكن في المرمى والله. حلوه يا شكري، حلوه يا شكري، بيحطها في المرمى. الا نرى اي خطوره للنادي، الذنب ملعوبه، اوه خطره، برافو كوفي، خلصها كوفي. عايز ال1 2 يلعبها لاسلام، يمر اسلام يلعب الكره البينيه، الله، ولكن مقطوعه، وتعود خطر، ما فيهاش تسلل، ممكن يمر، الله عليك، الحطه يا راجل، خلاص الجول الثاني اتاخر، يعني قاعد اقول لك حطها يا راجل، وبالتالي يحطها بنسي الهدف الثاني. اذا المصري يفعل ما اراده، انه يسجل هدفين، ممكن ثلاثه، ممكن اربعه، وممكن خمسه ان شاء الله، والفرحه تستمر هنا لدى جماهير بورسعيد. 5 شاشات في مدينه بورسعيد ايضا من اجل الاستمتاع بمشاهده هذا اللقاء ومؤازره النادي المصري. يعني بنسي على راحته، شوف ارتدت من اسلام، وقلت لك هم مركزين على اسلام، وهنا حطها قويه، صاروخ
لا يصد ولا يرد من بنسيه. أرستيد بنسيه في لياقة بدنية حاضرة ما شاء الله، عيني باردة عيني باردة عليهم، في لياقة بدنية، ارتداد وتقدم وكرة خطرة العرضية يقول الله، لكن فين؟ برافو 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 للاعب الزامبي وليس لأحمد مسعود على اعتبار اللعبة خارج الملعب. الى هنا مشاهدي الكرام ناتي لنهايه شوط المباراه الاول لنهائي النادي المصري بهدفين جميلين لهذا اللاعب بنسي وايضا للاعب اسلام صلاح. اذا اما الان عوده للاستوديو التحليلي بمعيه زميلنا العزيز كابتن سيف ساهر، فالى الاستوديو التحليلي وضيوف الكرام. 10 بديلا عن تشيلمبا مونغوا، إذن اللاعب فيليكس كاتونغو، فيليكس كاتونغو هو اللي ينزل في هذه اللحظات، فيليكس كاتونغو. الكرة بتصل الآن، ملعوب الكرة واللاعب تمر برصية خطرة لكن في يد حارس المرمى، في يد حارس المرمى، كرة كانت خطرة ومرت بسلام مطلوب وكرة تتهيأ ملعوبة الوينتو ممكن يلعبها، يا سلام جول، هي جول، هي جول، الله 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 الله، يخلصها يخلصها حارس المرمى فريك كان من استفادة منها. اذا الركلة ملعوبة خطرة جول، خطرة جول يا جماعة، قلت لكم قبل ما تدخل خطرة جول، عارفها شايفها حاسسها وبالتالي قارئها. وهنا ايضا كوفي 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 قبل ما يدخل حارس المرمى جول 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 بالفعل، قبل التدخل والتحام مع حارس المرمى كوفي 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 ياتي بالهدف. اذا باقي واحد، باقي واحد يوسف بطاره، اذا ثالث تصل للمفكر، تصل للمهاري، تصل للرائع اسلام، اسلام عيسى يلعبها لمحمد حمدي، حمدي والاخر ولا اروع، عرضيه اديني اياها، يلعبها وراسي الله، لكن فين؟ الى خارج الملعب من احمد جمعه، من هذا اللاعب، هاندا يلعبها محاوله خطره وتتامن تعود سريعه لطاره، وطاره سريع وطاره سريع، يمر طاره يلعبها يلعبها لشكري، شكري خلصها خطره خطره، يلا شكري ممكن ممكن زياده عندك بنسيه، حطها جول يا راجل يا راجل يا راجل يا بنسيه يا بنسيه، تجيب الصعب والسهله ما تحطهاش. اللقاء الحصري على قناه اون سبورت من خلال هذا اللقاء، ودائما ما تسعد الشعب المصري من خلال ايضا هذه الحصريات، وفالها خير وان شاء الله فالها خير، كان فالها خير ايضا على المنتخب المصري. محمد شطه لاعب ارتكاز يجيد التعامل ايضا وتامين خط الوسط بعدم الهجمات، ممكن بنسيه اديها له اديها له، يروح اسلام يروح اسلام سريع اسلام، حطها حطها لفه حطها براسي، سلام عليه، الله 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 الله، كبير يا اسلام، لاعب كبير ما فيهاش كلام ما فيهاش، هو خدعني هو خدعني، كان ممكن لاعب غير يحطها في الزاويه البعيده، هو حطها في اقرب الزوايا وسمع كلامي بين الشطون، قالوا له قالوا له حطها كرات ارضيه، وقلت لكم الحارس في الكرات الارضيه ضعيف، ما عندوش مرونه ما عندوش رشاقه ما عندوش اي حاجه، ياتي بالهدف الرابع. اسلام شوف اسلام شوف اسلام شوف اسلام، 10 مليون مش كفايه عليك، يلعبها يا سلام، راح في زاوية وحطها بزاوية على الطريقة المساوية على طريقة ميسي، يحط دائما الحارس في زاوية واللاعب في زاوية، ولكن هنا بالقدم اليمنى وتسلم يمناك يا اسلام يا عيسى، وكرة في الامام ملعوبة، وبالتالي اذا ما صعد النادي المصري بمشيئة الله خطرة وتمر الى خارج الملعب. لي النادي المصري برباعية من الأهداف، خلصها علينا حكم هذا اللقاء، مبروك للنادي المصري، مبروك هذا الفوز الكبير هذا الفوز العريض برباعية من الأهداف، وهان لك لفريق نادي جرين بافلوز زيمبابوي. مشاهدينا الكرام الى هنا ناتي نهاية هذا اللقاء، كان معكم في التعليق خالد حسن.